أريد أن أشكر الأخت العزيزة يعني خديجة مرغوزي وأيضا صديقي العزيز سي حنوشي عبد الرزاق وسي القام يعني كاتب العام لمؤسسة الوسيط وسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان. أعتذر ما كانش عندي اللوغو ديال الاتحاد المغربي للشغل الذي أشكره أيضا من خلال ممثليه بهذا المجلس. لقاء بطبيعة الحال هو دور البرلمان في مراقبة ومتابعة أعمال التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية لحقوق الإنسان. عندما اقترح علي الصديق العزيز السي عبد الرزاق حنوشي الذي أهنئه أيضا على إصداره حول البرلمان وحقوق الإنسان، دور البرلمان في مجال حقوق الإنسان، وهو أول كتاب في الخزانة العربية، يعني بكل تأكيد سيغني النقاش والحوار المجتمعي حول هذا الموضوع. فاقترحت عليه موضوعا هو من أجل النهوض بدور البرلمان في تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لأنه سبق لي خلال تحملي مسؤوليات رسمية أن نظمت لقاءات تواصلية للبرلمان بمجلسين، وحضرها البعض منكم، منهم السي البار الذي كان هنا شفتو في مراكش في سنة 2014 و2015. وبطبيعة الحال كان اللقاء دائما كل سنة عند مناقشة الميزانية الفرعية مع البعض فيكم اللي مازال متواجد بهذا المجلس من السي فاضلي. يعني بهذه المناسبة كنا نناقش قضايا حقوق الإنسان. لماذا اخترت هذا العنوان؟ لأن البرلمانات في العالم هي مهمشة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال المشاركة في إعداد التقارير الدولية وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة. يعني بشكل عام مهمشة، وسأشرح ذلك. كان برمجا أن أقدم لكم يعني شريطا وثائقيا، ولكن نظام الويفي يعني بالتليفون ونظام الويفي في هذه القاعة ماشي كومباتيبل، ماشي يعني مطابقا، فلذلك سنضحي به، ولكن سأبعث الرأي لهذا لكي نطلع عليه أنه وثائقي من بعض الدقائق. حقا هو ربما مضامينه أحسن مما سأقوله ولو أنه قديم شيئا ما. فلماذا اخترت؟ أولا محاور هذه المداخلة هي خمسة محاور. أول، تقديم المرجعية الأساسية لابد لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي يشكل فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دورا أساسيا أو المرجعية الأساسية التي منذ اعتماده في عصر ديسمبر 1948 بقصر شايلي بباريس أطلق مسارا مهما للتطور المضطرد ولتدويم حقوق الإنسان. وهذه السنة تحتفل المجموعة الدولية بالذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن أعلنت الأمم المتحدة أن السنة كلها أي منذ 16 ديسمبر 2022 إلى 10 ديسمبر 2023 ستكون سنة كاملة من الأنشطة
ومن الاحتفالات بهذا الإعلان المهم الذي شعاره هو الكرامة والحرية والمساواة الجميع أمام القانون. المحور الثاني هو تطور آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واتساع نطاق الأطراف المعنية بتتبع تنفيذ التوصية الصادرة عنها. والمحور الثالث يتعلق بدور البرلمانات في التفاعل مع المنظومة، وهو مسار بطيء سنتطرق إليه، وسنتطرق إلى إشكالية الفاعل لا بروبليماتيك دو لاكتور، يعني فيما يتعلق بالبرلمان في مجال حقوق الإنسان. والمحور الرابع هو شروط وظروف تفاعل البرلمان مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، أي استغلال الاختصاصات التقليدية المتاحة للبرلمان لمجلسه وضرورات التجديد والابتكار. والمحور الأخير والخامس هو التحديات والآفاق، ما موقع البرلمانات في مسار إصلاح وتعزيز المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. المحور الأول بمناسبة هذه الذكرى بطبيعة الحال دلالة الموضوع وتخصيص سنة كاملة لتخليد هذا السطح لما له من أهمية كما قلت، وهو المرجع الأساسي، ثم لما عرفته سنة 2022 من انتهاكات لحقوق الإنسان عبر العالم، وأيضا بالخصوص تلك المرتبطة بالنزاعات على مستوى مجموعة من المناطق في العالم، ورجوع الحرب بمفهومها التقليدي إلى أوروبا. إذن هذا له ثم القيود الآن التي توضع على الحريات وعلى تنظيم التجمعات السلمية، فلذلك تم تخصيص سنة كاملة لتخليدها. ثانيا، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو وثيقة مرجعية للمنظومة الأممية. تعلمون أنه مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية أول لجنة تم تأسيسها هي لجنة حقوق الإنسان، La Commission des droits de l'homme. وهذه اللجنة انكبت، يعني أول ما قامت به هو وضع مشروع لإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولعبت في ذلك دورا أساسيا سيدة التي كانت هي أول رئيسة لهذه اللجنة، وهي السيدة إليانور روزفلت، أرملة رئيس روزفلت التي عينها آنذاك الرئيس ترومان رئيسة ممثلة للولايات المتحدة بالأمم المتحدة، وعينت رئيسة ولعبت دورا نظرا لشخصيتها. وهناك نساء أخريات تكتشفنا، يعني كل تقريبا سنة لعبنا دورا في هذا. هو إذن مرجعية لأنه شمل، وبخلاف ما يقال أحيانا في بعض التوجهات الفقهية والتي تتقلص، هو أنه وثيقة غربية وليست وثيقة كونية وعالمية، هذا غير صحيح بمنظور. لماذا؟ لأن خلال إعداد هذه الوثيقة منظمة يونسكو كانت قد بعثت باستمارة لجميع المفوضين والحكماء بما فيهم المهاتما غاندي لإعطاء رأيهم في هذه في مشروع هذه الوثيقة، وكان هناك عربي ممثل الدول، ولو أنه كانت عديد من الدول لازال ترزح تحت معايير الاستعمار. وإذن لعب دور بالنسبة للمنظومة، هو كان ولازال لحد اليوم، لأنه شمل كل الحقوق
الحقوق المدنية والسياسية، أي ما يسمى بالحقوق الفردية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو ما يسمى بالدروات كوليكتيف، أي الحقوق الجماعية. طبعا الحال كان الغاية في البداية هو وضع اتفاقية دولية ملزمة قانونا جيليديكمون كونترينيون، ولكن نظرا للاختلاف الذي كان موجود وبداية الحرب الباردة آنذاك كان موقف غربي ليبرالي يركز على الفرد، وكان موقف شيوعي، وكان فقه دولي القانون الدولي الشيوعي يركز على الجماعة أو الحزب والدولة إلى غير ذلك، وكما أنه لعب دورا بالنسبة للمنظومات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان للسيستم ريجيونال، لأنه مباشرة بعد اعتماد هذا الصك المرجعي تم اعتماد اتفاقية إقليمية ألا وهي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة 1950، أي سنتين فيما بعد اعتماد هذا الصك الدولي، واعتمدت في إطار مجلس أوروبا le conseil de l'Europe وليس المجلس الأوروبي يعني الاتحاد الأوروبي. ففيما بعد تطورت أنظمة إقليمية أخرى كنظام الأمريكي لحقوق الإنسان في إطار منظمة التعاون الأمريكي، ثم فيما بعد النظام الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وبناء على هذا الإعلان تم اعتماد ما يسمى بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، أي الشارت انترناسيونال دي دروا دوم، وهي تتشكل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومن لأن هذا الإعلان كما قلت يعني أطلق مسارا لتطوير مضطرد لمنظومة حقوق الإنسان في جانبيها المعياري والمؤسساتي. في سنة 1965 تم اعتماد الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، وفي سنة 1966 تم اعتماد عهدين دوليين، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهدان والإعلان يشكلان الشرعة الدولية لأنهما يشملان كل حقوق الإنسان. ثم نظمت الأمم المتحدة في سنة 1993 مؤتمر فيينا، لحد اليوم الأمم المتحدة لم تنظم إلا مؤتمرين، مؤتمر طهران في الستينات ثم مؤتمر فيينا الذي كان حاسما في تطور حقوق الإنسان، خاصة على مستوى تكريس المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء وارتباطها وتشابكها. إذن هذه مبادئ أساسية التي جاء بها مؤتمر فيينا، واعتمد إعلانا وخطة عمل، وأوصى الدول بإنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري سابقا، وأيضا العمل على تتبع تنفيذ توصيات، لأن إذا كانت حقوق الإنسان كونية وغير قابلة للتجزيل فإن التنفيذ هو وطني، فإن لأنه يضع التزامات على الدول للتنفيذ وبالتالي التنسيق في هذا المجال. المحور الثاني تطور آليات الأمم المتحدة واتساع نطاق الأطراف المعنية، يعني مع التطور ازدادت
يعني الأطراف المعنية، يعني هناك تعدد تنوع في الواقع ساهم في نوع من عياء الدول في التزاماتها، لأن كثرت الالتزامات بموجب المعاهدات، ولو أن هناك فقط 9 معاهدات تشكل النواة الصلبة من ويدير للقانون الدولي الاتفاقي، ولكن هناك بطبيعة الحال التزامات أخرى بموجب معاهدات أخرى كمنظمة الصحة العالمية وكمنظومة الشغل على مستوى الدولي البيئي. يعني في الواقع هذا النظام هو مستوحى من نظام البيئي، المكتب الدولي للشغل كان الأسبق في هذا المجال من الناحية التاريخية. فإذا يعني هناك سورت دو فاتي بالنسبة للدول، حاولت المؤتمر بأن يشحن يعني الدول، ولكن فيما بعد في إطار مكتب مفوض سامي لحقوق الإنسان الذي أنشئ بموجب توصية للمؤتمر بأن يعني هناك مسار للتطوير وتعزيز هذه المنظومة، ولي بالخصوص تبسيط مصادر إعداد التقارير وتقديمها ومناقشتها. ثانيا، الأطراف المعنية بنظام التقارير ليست فقط الدول، les états، هناك les acteurs non étatiques، يعني الفاعلون غير الدولتيين. فهناك منظمات المجتمع الدولي، منظمات المجتمع الدولي تعتبر فاعلا اساسيا ولا محيد عنه في مجال حقوق الانسان. فالدول التي حققت يعني، واعتقد بعض المتدخلين سمحوا لي لانه غير فقط التعب اخذ مني حقه بعد يعني وهكذا صحيه، فلذلك ما بقيتش عقلت على الاسم ديالو. قال بانه كانت فتره انتقاليه التي عشناها جميعا، سي دريس بن زكريا الله يرحمه، فهذه الفتره بطبيعه الحال كانت عرفات في المغرب ديناميه مهمه، ولعب فيها المجتمع المدني دورا اساسيا في اعداد تقارير ما يسمى بالتقارير الموازيه لرابور الترناتيف التي تقدم لهيئات المعاهدات أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأيضا أمام الإجراءات الخاصة كما سنرى. ولو أن الاتفاقيات لا تنص، ولكن المجتمع المدني أصبح فاعلا أساسيا، ليس فقط المجتمع المدني الوطني بل المجتمع المدني الدولي والإقليمي على مستوى الشبكات والائتلافات الجمعوية في عبر العالم. مثلا في المغرب لعب في قبل حكومة التناول الأولى التي ترأسها الراحل الأستاذ عبد الرحمن الأسفي المجتمع المدني دورا في تقديم التقارير الموازية، وكانت المنظمة شخصيا وصلني الشرف أن في المنظمة كنت عضوا مؤسسا وعضوا في البنيات في سنواتها الأولى، أنه أخذت المنظمة تقدم تقارير، وكانت التقارير وجمعيات أخرى تهتم بالحقوق الفئوية، وكانت التقارير التي تقدمها أجود من تقارير الحكومة. فيما بعد حكومة التناوب الأولى يعني انقلبت الآية وأصبحت تقارير الحكومة أجود من تقارير المنظمات غير الحكومية. لماذا؟ لأن الدينامية التي عرفها المغرب آنذاك أدت إلى أن مجموعة من فعاليات المجتمع المدني انتقلت من المجتمع المدني إلى دواليب الحكومة، وأصبح هذا شيء إيجابي
طبعا اليوم قد نقول انهم ماتشنين، يعني استعملوا اللغه ديال كره القدم التي شرفها الفريق هذه السنه. فاذا المجتمع المدني فاعل اساسي على مستوى تقديم التقارير الموازيه حتى يمكن كل الاليات ان تقيم تقارير الحكوميه ليس فقط على ضوء مضامين تلك التقارير، ولكن على ضوء ايضا ما يقدمه المجتمع المدني، قد يكون وطنيا او دوليا. يمكن لمنظمه دوليه او لائتلاف دولي ان يقدم تقريرا وطنيا تقريرا موازيا عن الحكومه المغربيه، عن تقرير الحكومه المغربيه. هذه هي الممارسه في الواقع والتي ينبغي اخذها بعين الاعتبار. ثالثا، المؤسسات الوطنيه لحقوق الانسان، وهذا استوحيته من احد اصدقاء الفرنسيين الذي كان امينا عاما، هما ان اكتور دو توازيام تيب، يعني ليز انستيتيسيون ناسيونال دي دوا دوم اكتور دو توازيام تيب، فاعل من الدرجه الثالثه، لانها هذه المؤسسات التي انشئت بموجب مبادئ باريس، التي انبثقت عن ندوه باريس في سنه 1991، ثم نص عليها وصادها المؤتمر ديالنا، ثم اعتمدتها الجمعيه العامه للامم المتحده في قرارها لسنه 1994. فهي مؤسسات ليس مؤسسات دوليه بطبيعه وطنيه، ولكنها مؤسسات مستقله عن السلطات الثلاث التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه، وان تكون تعدديه، وان تكون بطبيعه الحال مستقله حتى في تدبيرها المالي، ومستقله حتى في يعني طاقمها الاداري والتقني. الفاعل الرابع هو الاعلام والتكنولوجيات الحديثه، تلعب اليوم دورا، وسنرجع الى اعتمادها، دورا حاسما، لان هي التي تمكن من التحسيس بقضايا حقوق الانسان، تمكن من التعريف بتلك التقارير، تمكن اذا احسن استعمالها بطبيعه الحال، وهي وسائل لا محيد عنها اليوم. والقاعده كما سنرى هي حريه الاستعمال، والتقييد هو استثنائي ضيق جدا. فوسائل الاعلام والتكنولوجيات الحديثة لم تبقى فقط وسائل للتواصل والمعلومات، بل أصبحت أن أكتور دو سوسياليزاسيون، يعني فاعل للتنشئة الاجتماعية بما فيها التنشئة السياسية. المحور الثالث، دور البرلمانات. يعني البرلمانات أخذت تتلمس طريقها وتلعب دورها، ولكن في مسار بطيء، وفي مسار يثير إشكالية الفاعل. فدور البرلمانات في التفاعل هو مسار بطيء. لماذا؟ لأن عند إنشاء المنظومة الأممية لحقوق الإنسان كان يعتبر في أوساط منظومة هذه المنظومة بأن الحكومات تنبثق في مجتمع ديمقراطي عن أغلبيات برلمانية، وبالتالي لا داعي لإشراك البرلمانات في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان. هنا كانت هذه الإشكالية ديال الفاعل. دور البرلمانات، تصور خاص لمشاركة هذا الفاعل يطرح تناقضات كثيرة. لماذا؟ لأن البرلمانات في الواقع تأتيها يعني الاتفاقيات جاهزة. مثلا البرلمان المغربي الجيش لا يصادق على الاتفاقيات، كما هو الشأن في عديد من البرلمانات حتى في دول الشمال، هو يوافق يعني لابروباسيون، صاحب الجلالة يوقع ويصادق على الاتفاقيات الدولية
باستثناء ما ورد في الدستور السابق، وأضيف في هذا الدستور الاتفاقيات التي لها علاقة أو آثار بالنسبة للحقوق والحريات. التطور الحاصل في العقدين الأخيرين نحو إشراك البرلمانات في التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، دعوني أقول بكل تواضع أن المغرب لعب دورا كبيرا في هذا المسار، وهناك شخصان لعبا دورا أساسيا، هما صديقي العزيز سيدريس يزمي عندما كان رئيسا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد الرب المشاركة في العديد من اللقاءات في دورات مجلس حقوق الإنسان ومع الاتحاد الدولي للبرلمانات، الاتحاد الدولي البرلماني، للتحسيس. وبطبيعة الحال لابد من الشكر أيضا للأستاذ العزيز السي عبد الواحد الراضي عندما كان رئيسا لهذه الهيئة الدولية، والتي مكنتنا من تنظيم لقاء في سنة 2014 هنا بالنسبة للمجلسين للبرلمانات الإفريقية ودورها في مجلس حقوق الإنسان، وخاصة آلية الاستعراض الدولي الشامل. إذن البرلمانات هناك توجهات نحو الاهتمام ولكن بطيئة. يعني في المحور الرابع البرلمانات لها اختصاصات تقليدية على مستوى مساءلة الحكومة، على مستوى تقييم السياسات العمومية ومساءلة الحكومة في السياسات العمومية بما فيها في مجال حقوق الإنسان، ولكن هذه الاختصاصات مثلا الاتفاقيات عندما تعرض على البرلمان، يعني تابعت هذا الموضوع، يعني ليس هناك نقاش، لا أقول نقاش للمصادقة لأن البرلمان لا يصادق، ولكن ليس هناك نقاش لاستيعاب هذه الاتفاقيات. لماذا؟ لأن ما يزيد أو ما بين 60 أو 70 من التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة تهم البرلمان، سواء في مجال التشريع أو سواء في مجال الملائمة أو سواء في مجال المساءلة. ثم أن هناك نوع من الانطواء أو الانطوائية بروبلي تحت ذريعة الاستقلالية، يعني وهذا له انعكاسات سلبية. أحيانا نفرق طبيعة الحال الاستقلالية له ينبغي المساس بها، استقلالية السلط، ولكن أحيانا نفرق حتى عندما نريد أن ننظم أحيانا جلسات غير دستورية فيما يتعلق بالاستقلالية. فيعني هذا أيضا أعتقد ينبغي النظر فيه وهو عنصر للتفكير. ثم التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة هو عامل أساسي لتخسير الفيرتيليزاسيون للعمل الديمقراطي، لأن اليوم لا يمكن أن نفصل بين حقوق الإنسان والديمقراطية. ثم رابعا ضرورات التجديد والابتكار على مستوى بنيات البرلمان. ذكر أعتقد أحد المتدخلين المادة 90 من النظام الداخلي والتي حظيت باهتمام بالغ. أعتقد أن هنا يمكن أيضا يعني بنيات البرلمان، يعني كانت طرحت مثلا في الولايات التشريعية السابقة بالنسبة للجنة النوع ورفض ذلك، وهذا ليس مطروحا فقط على البرلمان، مطروح أيضا على المحكمة الدستورية لإعطاء تفسير ديمقراطي للدستور وفتح مجال الابتكار في هذا المجال على مستوى البرلمان. ثم ضرورة البراغماتية النافعة، أي تمييز أحيانا. أنا مرة كنت في مجلس النواب لتقديم يعني تقرير الثالث
برسم آلية استعراض الدولي الشامل للمغرب، وكان مجموعة من البرلمانيين سمح الله وفيهم أصدقاء وأثاروا فيهم بعض من أمراء الحكومة، أثاروا هذه المسألة أنها غير دستورية وأنه لا يمكن للمندوب الوزاري أن يقدم، في حين أن الجلسة كانت غير دستورية. إذن هذا أيضا عنصر أساسي للتفكير. ثم التفاعل مع المنظومة، التفاعل مع المنظومة يستوجب التكوين والتكوين المستمر. نظمت مجموعة عندما تحملت مسؤولية المنظومة الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، يعني لقاءات تواصلية بمشاركة المكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وخبراء دوليين وبعض التجارب الفضلة بمراكش للمجلسين، وكنا نتجنب التكوين المستمر، لأن يعني عادة المنتخبين يعني يتجنبون التكوين، يعني كان في حين أن البرلماني المنتخب المنتخب الترابي والمنتخب الوطني هو مش المنتخب الوطني يعني المنتخب البرلماني في حاجة لتكوين وتكوين مستمر. ففي دول الشمال وفي دول في الولايات المتحدة الأمريكية هناك دائما تكوين وتكوين مستمر، فلذلك تحايلنا وسميناها لقاءات تواصلية لكي تم في يعني. فهذا التكوين يقتضي التمكن من الجوهر والإجراءات، أي من المضامين الاتفاقيات، وخاصة اتفاقيات التسعة الأساسية التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي الاتفاقي، والإجراءات، وأيضا لغات، أحد لغات عمل على الأقل، أحد لغات عمل الآليات، لأن مثلا هيئات المعاهدات اللغات التي تشتغل بها هي ثلاث لغات، بالأهمية الإنجليزية ثم الإسبانية ثم الفرنسية. فهذا بطبيعة الحال مطروح على البرلمان ومطروح على الحكومة على البنيات المعنية بالتنسيق في مجال حقوق الإنسان، حتى مطروح على الجامعة. يعني مستحيل، أنا هذه من مدة ما يزيد عن 30 سنة في الجامعة، حيث من 17 عام ونصف ديال المسؤولية، يعني أستغرب في كليات الحقوق أنه ندرس حقوق الإنسان فقط باللغة العربية. اللغة العربية ينبغي أن نتمكن منها، لغتنا الدستورية والآن الأمازيغية تم دسترتها، لكن غير كافية للوصول إلى الفقه، للوصول إلى الاجتهادات القضائية الدولية والإقليمية. إذن ضرورة التمكن من الجوهر السبستانس، من الإجراءات البروسيدير، وأيضا من إحدى لغات العمل. المحور الخامس وهو استسمح السيد الرئيس سيكون الأخير، وهناك الآن منذ 2009 وفي إطار يعني ولاية ثانية لسيدة طبعة حقوق الإنسان وهي السيدة ناري بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان سابقا، والتي اعتز بمعرفتها وباستقبالها هنا بمرافقتها عندما زارت بلادنا واستقبلت من صاحب وأيضا مشاركتها في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، فأطلقت مسارا لتعزيز يعني منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة منها آليات المعاهدات، وبالنظر
في تقييم بطبيعه الحال قامت به واستشارات مع كل الاطراف بما فيهم خبراء هيئات المعاهدات وبما فيهم الدول والاطراف، وذلك من اجل اولا يعني تجنب هذا والحذر من ما يمكن ان نسميه العياء الديمقراطي، لا فاتيك ديمقراطي. تعرفون انه منذ ما يزيد عن عقدين في العالم الديمقراطيه التقليديه الرقميه، ماشي نيميريكا، الرقميه العدديه، يعني هي في ازمه. ولذلك بطبيعه الحال هناك يعني ما يسمى بالديمقراطيه التشاركيه لمعالجه هذه الهفوات في هذا العياء الديمقراطي. ثم هناك تحديات على مستوى البرلمانات. البرلمانات عندها في قوانينها واحيانا في بنياتها كما قلت في البدايه يعني الاختصاصات التقليديه، ولكن تعمل كما مسيو جوردان اللي كان يعمل لابروز يعني بدون ان يعي انه يقوم بذلك. ثم ضروره الانفتاح على التجارب الفضلى في هذا المجال، لا محيد عن الانفتاح. لا يمكن دابا المشكله هو ان مثلا كليه الحقوق التي اعرفها، وهذا كتبته في العدد الثاني من مجله دراسات حقوق الانسان والديمقراطيه، وضعية تدريس حقوق الإنسان على مستوى الماسترات في كلية الحقوق اللي هو كارثي بكل المقاييس. بدون مدرس حقوق الإنسان، بدون خزانات، وأيضا هناك ليروبلي. الجامعات تؤسس ماسترات في حقوق الإنسان دون انفتاح على الممارسات الفضلى البحثية والتدريس في دول الشمال وحتى في دول الجنوب. وهنا لا بد لي، وانا احب دائما الاستشهادات، سيتاسيون مونتيسكيو، الجميع يعرف مونتيسكيو. مونتيسكيو في كتابه روح القوانين دو ليسبري دي لوا في القرن الثامن عشر 1748 اذا لم تخني الذاكره، قال في سياق خاص ولا زال ينطبق، سأقولها بالفرنسية: Aujourd'hui, nous recevons trois types d'éducation différentes ou contradictoires. Celle de nos pères, celle de nos maîtres et celle du monde. Ce que l'on nous dit dans la dernière, et celle du monde, renverse les deux premières. فهذه قولة بالنسبة للانفتاح على الممارسات الفضلى، ثم التنسيق مع مختلف الأطراف الوطنية والأجنبية والحفاظ على المكتسب. اليوم في الدول أصبح مبدأ ترسخ في مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والمتعلقة ب القانون الدولي لحماية البيئة، هو مبدأ عدم التراجع، لو برانسيب دو نون ريغريسيون، مبدأ عدم التراجع. لا يمكن لك، قطعت أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان وفيما بعد تتراجع بالنسبة لذلك تلك المستويات أو تلك يعني ذاك لي سوي اللي وصلت لهم، لو برانسيب دو نون ريغريسيون. وهنا أيضا يبدا عندك واحد الاستشهاد، على الاقل تحتفظ بالمكتسبات. البير كامي، كتعرف انا صراحه شخصيا كنت من قراء البير كامي وقرات تقريبا كل يعني رواياته وكتاباته منذ الكوليج. البير كامي عندما حصل على جائزه نوبل للسلام وذهب الى ستوكهولم لتسلمها، وخطاب موجود في اليوتيوب ولا يرن دائما موجود، وهو كان فصيحا، مات رحمه الله شابا، كان فصيحا جدا اللغه الفرنسيه. قال
des générations se croient vouées refaire le monde. La mienne ne croit pas le refaire. Mais sa tâche est encore plus difficile. C'est d'empêcher que le monde se dévasse. يعني عندها واحد قيمة حقيقة مهمة جدا. ومن هنا حفظ الأرشيف. حفظ الأرشيف تحدثت في الصباح مع الأخ سيد الزرواني حول هذا الموضوع، الأرشيف والخزانات في البرلمانات، لأن الأرشيف هو يمكن من التوثيق، وحتى الأرشيف في مجال حقوق الإنسان بشكل عام حتى بالنسبة للمجتمع المدني يمكن من توثيق الانتهاكات، يمكن من توثيق المكتسبات. تحديات دائما ينبغي تقوية التعاون مع الاتحاد الدولي. ما عرفش لحد الآن هل هناك أنبلة حصيلة لتعاون البرلمان بمجلسيه مع هذه الهيئة الدولية، وما هي الخلاصات، وما هي الدروس المستفادة؟ لأن هذه الهيئة لها يعني دي تريزور، خزائن، يعني ذخائر مهمة من الوثائق ومن الدلائل الجديد في مجال دور البرلمانات وحقوق الإنسان، ثم تعزيز الشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لاسومبلي بارلمونتير دي كونسي دو لوروب، لأن المجلسين وهذه مهمة، فرصة مهمة، هما في شركاء من أجل الديمقراطية، بارتنير بور لا ديموكراسي. أيضا إلى أي حد هناك يعني تصور من الطرف المغربي لهذه الشراكة مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والبرلمان الأوروبي أيضا في مجال حقوق الإنسان، ثم ضرورة إنشاء اتحادات أو شبكات برلمانية حول قضايا ذات الانشغال المشترك. أشكر طبيعة الحال مجلس المستشارين على يعني استضافته لهذا اللقاء، وشكرا على حسن إصغائكم.